رغم انه كان من وحي الخيال، الا ان تاكاهاشي مؤلف كابتن ماجد رسم شخصية اسطورية للحارس رعد. رغم الموهبة الكبيرة اللي كانت عند الحارس وليد، الا ان رعد كان عنده رد فعل خيالي خاصة في المواقف الصعبة. تاكاهاشي حط رعد في 3 مواقف اكتشفنا بعد كده انها اصعب مواقف ممكن تمر على اي حارس مرمى. الصراحة احنا معرفناش من نفسنا، طريقة تصدي بوفون في المواقف دي هي اللي عرفتنا انها الاصعب. حسام يستعد الان للتسديد مباشرة بعد ان مرر له كمال هذه الكرة الذكية. لقد خدعت. رعد يحاول التصدي لهذه الكرة ولكن يده لم تصل لها بعد. ان الحارس يبقى رايح في ناحية ويتفاجئ بالخصم بيلعب الكرة سواء بتصويبة او بضربة رأس على الناحية التانية، فده محتاج رد فعل في جزء من الثانية، والا فالكرة هتكون في الشبكة. لقد مر رعد بلحظات بأس طويلة، الا انه تمكن اخيرا من ابعاد الكرة برؤوس اصابعه. مرحلك يا رعد لمتابعة هذه الكرة الصعبة. المشهد اللي فات ده كان خيالي، لكن مع بوفون الامر بيتحول لحقيقة، وعشان كده إنزاجي وغيره ما كانوش مصدقين اللي بيشوفوه. إبهار تاكاهاشي مع رعد ما وقفش عند كده، بل إنه خلق فكرة جديدة وهي إن الحارس ممكن يصد برجليه. طبعًا كان في مبالغة في مسألة القفز على القايم، لكن التصدي برجليك خاصة لو الكورة مش على الأرض هو شيء في منتهى الصعوبة، وعشان كده معلق سكاي وكل جمهور اليوفا ما تخيلوش اللي بوفون عمله قدام بولونيا. perché la deviazione non ci può più arrivare. Guarda, guarda il gesto tecnico è incredibile. Tro tempo rimane ancora in piedi con il piede sinistro. Sì, si può dire fortuna, ma qui. عشان مثلث الابهار يكتمل كان لازم اختبار ثالث لرعد وبوفون، ازاي تبقى قادر انك تصد بالايد العكسيه؟ موقف يبدو ظاهره سهل لكنه في الواقع صعب، صعب لدرجه الابهار. رعد يحاول ان يقفز ولكن ذراعه اليسرى تؤلمه، يستطيع استخدام ذراعه اليمنى فقط. ان لم افز ساعتزل كره القدم يا ابي. الكرة في وضعية صعبة جدا، التقط الكرة بعدما سبح في الهواء وامسكها بيد واحدة وبحركة بهلوانية ويقف. التشابه بين رعد وبوفون ما وقفش عند حد التصدي الخارق بس، لكن كمان وصل لطريقة النهاية. الاتنين اجتهدوا، الاتنين ابهروا، لكن ما قدروش يفوزوا في المباراة النهائية قدام اصحاب المهارات العالية. خلصت حكاية كابتن ماجد، لكن حكاية بوفون لسه مستمرة. هل النهاية هتبقى مختلفة؟ أتمنى ذلك.